في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم، سبب نزول هذه الآية أن مشركي قريش استمعوا لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه بالليل، فيقول يا رحمن يا رحيم يا غفور، ويدعوه بأسمائه سبحانه وتعالى، فقالوا انظروا إلى هذا، يزعم أنه يعبد إلها واحدا وهو يدعو أكثر من واحد، وهذا من التعنت منهم، وإلا فالرسول إنما توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا الدعاء الله بأسمائه وصفاته هذا أمر الله به، وهو من التوسل المشروع. نعم.